برضو لو احنا بنتكلم على بقيه الاجزاء بتاعه الفيزيكس، طبعا في عندنا برضو زي ما كان عندنا في الاوبتكس، في عندنا ريفراكشن. ريفراكشن معناها ان دلوقتي لو ببعت مثلا ويف، لو انا فرضا ببعت من هنا بيحصل انكسار هنا كده، اوكي، اللي هو ريفراكشن. فبيسكلي الانكسار ده ممكن يخليني اكشن، لو انا ببص من فوق هنا بشوف الاوبجكت في مكان تاني غير المكان بتاعه، اوكي. فدي برضو لازم ناخدها في اعتبارنا، نتيجه ان احنا عندنا اي انترفيس ماشي فيه الويف هنلاقي فيه دايما الكلام ده بيتحقق، اوكي. ودايما الزاويه بتاعتنا اللي هي زاويه بتاعت الانسيدنس والترانسميشن والترانسميتد ويفز، يعني بيبقى علاقه بينهم بعضهم بعلاقات الفيلوسيتيز بتاعت الالترا ساوند في التو ميديا، اوكي. يعني ثيتا اي على ساين ثيتا اي على ساين ثيتا تي بتساوي سي 1 على سي 2، اوكي. الكلام ده الحقيقه يعني طبعا من الصعب جدا علينا ان احنا ناخده في اعتبارنا في بناء صوره الالترا ساوند، لان احنا فعليا ما احناش عارفين الانترفيسز فين واحنا بنبني الصوره. فاحنا فعليا احنا بنديسريجارد الجزء دوت، الجزء بتاع الريفراكشن، وده الحقيقه بيظهر لنا بعض الاحيان في صوره حاجه بنسميها ارتيفاكت. ارتيفاكت يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى في عندنا صوره فيها حاجه شكلها غريب، حاجه ديسبليسد في مكان تاني، اوكي، بس للاسف ما نقدرش ان احنا نصلحها لان فعلا في منتهى الصعوبه ان احنا نعمل كده. فالجزء بتاع الريفراكشن ده الحقيقه كل اللي نقدر نعمله احنا بس ان احنا نبقى عارفين ان هو موجود، وممكن ان هو بعض الاحيان يسبب بعض الايه التغيرات في الايه في الـ في الـ في المكان بتاع الصوره، او المكان بتاع الاورجن اللي احنا بنبص عليه، او المكان بتاع الاستراكشر اللي احنا بنبص عليه. فيستحسن ان احنا نبص من كذا انجل عشان نقدر نتخيل ده فين بالظبط، لان احنا لو بصينا كده فيرتيكال، اوكي، لو بصينا على الاوبجكت ده فيرتيكلي كده يبقى الانجل كلها بيتكلم على زيرو، يبقى معنى كده الدنيا هتبقى ابسط لي بكتير، يعني هشوف الحاجه فعلا في مكانها بالظبط، اوكي. فعشان كده الدكتور بتاع الالترا ساوند بنلاقيه دايما ان هو يحرك كتير الترانسديوسر عشان يشوف نفس الاستراكشر من كذا اتجاه، عشان يتخيل بالظبط اذا كان المكان بتاعه فيه اي مشكله بيقدر ان هو يشوفها من خلال الايه، من خلال التغيرات بتاعه المكان مع اتجاه السكاننج. حاجة مهمة جدا بقى بنلاقيها في الالترا ساوند دي لازم ناخدها في اعتبارنا، الجزء بتاع الاتينيويشن. الاتينيويشن دي معناها ان احنا دلوقتي بيحصل لنا جراديوال لوس اوف بيم انرجي واحنا ماشيين جوه. طول ما احنا ماشيين بيحصل لنا ريفلكشنز من الانترفيسز، دي ما فيهاش مشكله زي ما احنا شفنا، ما كانش لو تيشوز اللي هي سوفت تيشو مع سوفت تيشو بنلاقي ان الحاجه اللي ترجع ما هياش كبيره قوي. لو فاكرين مثلا حاجات اللي هي ليفر وكيدني مثلا، كان بيتكلم على حاجه في يعني حاجه في الالف، يعني فاكتور اوف الف، يعني حاجه على الف، ما كانش رقم كبير. انما اكشوالي احنا بيحصل عندنا نتيجه ان احنا عندنا ميكانيكال ويف. الميكانيكال ويف دي وهي ماشيه طبعا عشان تحرك البارتيكلز وتعمل الريفراكشن والكومبريشن والحاجات دي كلها، اللي بيحصل بيبقى فيه طبعا فريكشن بين نتيجه لحركه الميكانيكال ويف دي، والفريكشن ده في الاخر بيند اب ان هو يجنريت هيت، يعني يعمل حراره، يولد حراره جوه الجسم، اوكي، وفي الوقت نفسه يعمل لوس اوف انرجي للايه، للالترا ساوند بيم اللي انا بعته، اوكي. فهنلاقي ان احنا العلاقه بتاعتنا بين الانتنسي بتاعتنا والدبث بيبقى شكلها حاجه عامل كده، حاجه شكلها اكسبوننشال كيرف كده، اوكي. اكسبوننشال كيرف يعني اي بتساوي اي نوت في اي تو ذا ماينس الفا في اكس، اوكي. اكشوالي الاتنيويشن بتعتمد على حاجتين، هي انديسيبل بتعتمد على الدبث بكام، بتعتمد على الفريكوانسي بكام، اوكي. يعني بمعنى ان انا بتكلم على الليفر مثلا بنتكلم على تقريبا 0.4 ديسيبل بير سنتيمتر بير ميجا هرتز. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو مشيت 10 سنتي يبقى معنى كده هخسر 4 ديسيبل، اوكي، لو الفريكوانسي بتاعتي 1 ميجا هرتز. لو الفريكوانسي بتاعتي 10 ميجا هرتز يبقى هخسر 40 ديسيبل، اوكي. متخيلين الدنيا عامله ازاي؟ متخيلين الفرق عامل ازاي؟ فرق كبير جدا جدا جدا. يعني الفريكوانسي بتاعتنا بتفرق زيها زي الدبث بالظبط، مفيش اي اختلاف. فعشان كده انا كنت بتكلم على الفريكوانسيز العاليه بيبقى البنتريشن دبث بتاعها بيبقى قليل، نتيجه ان انا لو بصيت على الكيرف بتاعي ده هنا كده، الكيرف بتاعي ده بينزل كده مع الدبث وبينزل كده برضو مع الفريكوانسي، اوكي. فكل ما انا خليت الفريكوانسي بتاعتي اعلى كل ما كان الكيرف ده ماتش ستيبر، يعني ينزل تحت بسرعه جدا جدا جدا. لو انا فرضا تخيلت ان انا باعت الترا ساوند مثلا ب 100 ديسيبل، اوكي، ال 100 ديسيبل دي لو انا فرضا مشيتها 10 سنتي، اوكي، وبستعمل 10 ميجا هرتز، يبقى معنى كده ال 100 ديسيبل دي هتبقى ترجع لي 1 ديسيبل، اوكي. فطبعا عشان اتخيل الدنيا عامله ازاي بالنسبه لل، يعني طبعا رقم كبير قوي 100 ديسيبل ده، وفقد كله نتيجه ان انا عندي فريكوانسي عاليه. فعشان كده هنلاقي ان الفريكوانسيز العاليه في الالترا ساوند بتستعمل عشان نعمل بيها سكاننج لبنتريشن دبث يبقى قليل،
ما اقدرش ان انا اخد penetration depth كبير، لان penetration depth كبير ده ما يسمحليش ان انا receive energy تكون كافيه علشان ابني بيها الصوره. اوكي، فلاقي ان احنا عندنا لو بنتكلم على السوفت تيشوز هنلاقي انها قريبه من بعضيها 0.4 حاجه 0.5 حاجه، البلاد 0.15 ده قليل قوي، البلاد طبعا عشان كده بيبان لنا لونه اسود على فكره، لما بنبص على صوره الترا ساوند ونشوف فيها مكان لونه اسود كده عاده بيبقى فلويد فيلد، فلويد فيلد يعني فيه يا اما بلاد يا اما ووتر، يعني لما يكون عندي مثلا ابسس ولا حاجه، الابسس دي معناها ان انا عندي حاجه زي خراج كده، الخراج ده بيبقى فيه جواه فلويد، فلويد برده بيبقى الاتنيوشن بتاعه قليل فبيبان لي برده لونه اسود. اوكي، الاتنيوشن بتاعه بيبقى قليل قوي فبيسكلي ما بيعمليش اي ريفلكشنز خالص اساسا يعني. البون بقى بيبقى عالي جدا، اوكي البون عالي جدا يعني بمعنى ان هو مش بس ان هو بيرفلكت، يعني الفرق بينه في الاكوستيك امبيدنس وبين السوفت تيشوز عالي، لا ده هو كمان الالترا ساوند لو هو فرضا دخل جوه البون بيبقى اتنيويتد ماتش فاستر عن السوفت تيشوز. احنا فاكرين اللي هو الار اي ار اي ار اي بتاعه التيشو بون انترفيس كان حوالي 0.6، يعني 60% من الويف بترجع عند الانترفيس بتاع البون. ال 0.4 اللي بتخش دي بقى هنلاقي ان هي بتقابل حاجه ضخمه جدا، اتنيويشن ضخمه جدا جوه البون، فعشان كده بيسكلي اي حاجه بتخش جوه البون بتفقد تماما. فعامه لما يكون عندي اريا فيها بون او بصور صوره فيها بون هلاقي ان الصوره بتتوقف عند البون، اشوف الصوره فيها انتنسز كده لغايه الانترفيس بتاع البون، وبعد البون هلاقي الدنيا كلها لونها اسود خالص. اوكي، نتيجه للاتنيويشن كل الويف اللي انا بعتها خلاص ايه فقدت تماما جوه البون.